الآن من يملأ هذه الفراغات أو الأخطاء الدستورية؟ من له السلطة على أن يعالجها أو يصحح مساراتها أو يخفف من وطأتها والجدلية التي تنشأ عنها؟ أحسنت، أظنك يعني تقصد المأزق الذي فيه البلد الآن، المأزق القانوني والدستوري. نعم، هذا مهم جدا حتى هم نفيد الناس. المادة 67 من الدستور قالت رئيس الجمهورية هو حامل دستور، يعني رئيس الجمهورية برأيي يستوجب أن يذهب مستفتيا للمحكمة الاتحادية من جديد بعد أن انتهت. نعم. هذه المدة، لأنه مدة 30 يوم انتهت، لكن الاستحقاق وانتخاب الرئيس هو باقي، لهذا عليه أن يستفتي المحكمة الاتحادية، وهو أولى الجميع باستفتاء المحكمة الاتحادية. طيب. وعندئذ يكون قولها الفصل. المادة 72 با حددت بثلاثين يوم، لكن وراها المشرع صام، ما قال ما الذي يجري بعدها مثل المادة 52. ما هو هذا أستاذ نجم، المشرع لم يضع فيه احتمال أنه هذه المدة تخرق، وإنما وضع الأمر الطبيعي المألوف. لاحظ حتى قرار المحكمة الاتحادية رقم 24 لسنة 2022 اللي قال يستمر رئيس الجمهورية بأداء مهامه، وأيضا مسألة انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع البرلمان، ما خلانا بالجولة الثانية، هل هي تحتاج إلى أن تعقد بنصاب الثلثين؟